احل دمه. قدم الصورة الحقيقية. حدثني اخواني بالامس في الطور ان شابا من شبابنا الطيبين المسلمين المصريين الاصلاء رأى رجلا سائحا يبحث عن ماكينة صرف، ووجد الماكينة التي وصل الي معطلة، فقال انا اصطحبك لماكينة في مكان اخر، وحمله بسيارته وذهب به، فصرف الرجل ما يريد، ثم رده مرة اخرى، فاخرج الرجل من جيبه مالا ليعطيه، قال لا انا لن اخذ منك شيئا، قال كيف؟ واستغرب، وانتم تعلمون ان هذا الامر بالنسبة لهم امر عجيب، ورفض الشاب باختصار. فقال له السائح: هل تأمركم شرطة السياحة بعد الثورة ان تفعلوا مع السياح هذا؟ قال لا. قال اذا من الذي يأمرك ان تفعل معي هذا؟ فقال الشاب: محمد بن عبد الله، هذا ديني، هذا خلقي، هذه اخلاقي، احبابي، والله الذي لا اله غيره، والله الذي لا اله غيره، لن يقتنع الغرب بديننا ولا باخلاق ومنهج نبينا الا اذا رأوا منهجه واقعا حيا في حياتنا على ارضنا وفي سلوكنا. لن تشق الامة لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط احجار النظام العالمي الجديد الا بالعلم والعمل. نريد ان نعمل، نريد ان نبدع. لا يمكن ابدا ان نبني مصر بقطع الطرق او بتعطيل المصانع او بتعطيل التعليم